متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية والتي نبدأها بصور الأقمار الاصطناعية التي أشارت إلى تحرك حزم كبيرة من السحب والغيوم التي أثرت على المملكة خلال اليومين الماضيين نحو الشرق، وبقيت بعض الغيوم الركامية تشكلت كما لاحظنا في مناطق بالقرب من الرياض والقصيم وأجزاء من الحاء وبعض المناطق الشمالية بالتأثير خلال ساعات عصر ومساء هذا اليوم. وفي المقابل بدت هناك بعض السحب أيضا ركامية رعدية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. بشكل عام كان تأثير الحالة الماطرة خلال اليومين الماضيين يومين الاثنين والثلاثاء، ويبدأ التراجع التدريجي لهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات القادمة، وتتركز خلال ساعات ليلة الثلاثاء الأربعاء وفجر الأربعاء فوق المناطق الشمالية الشرقية من المملكة على وجه الخصوص، ومن ثم لاحقا يستقر الطقس بوجه عام بمشيئة الله تعالى. فيما إذا انتقلنا إلى توقعات الأحوال الجوية وما يخص بالرياح خلال الأيام القادمة، فهذه حركة الرياح نهار يوم غدا الأربعاء يتوقع أن تكون عموم معظم ومختلف مناطق المملكة تحت تأثير رياح معتدلة السرعة، ربما تنشط بعض الشيء على المناطق الغربية من المملكة. ولكن هناك منخفض جوي خماسيني يتوقع أن يكون فوق الأراضي المصرية، كما تلاحظون هذه الألوان تشير إلى نشاط كبير في سرعة الرياح فوق الأردن ومناطق الأراضي الفلسطينية وبالإضافة إلى الأراضي المصرية. هذه من شأن تثير أتربة ورمال تؤثر على هذا الجانب من المنطقة بمناطق بلاد الشام، وهذا سينعكس تأثيره بشكل لافت على المملكة خلال نهار يوم الخميس. لنرى ذلك كما تلاحظون، إذن هذه الألوان تعكس ضعف في سرعات الرياح وأجواء معتدلة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، ولكن هناك بعض النشاط للرياح في المناطق الشمالية الغربية. سنلاحظ أن يوم الخميس، إذن هذا الخميس خلال ساعات النهار هناك رياح شديدة جدا على المناطق الشمالية والشمالية الغربية، والتي من شأنها أن تثير عواصف ترابية وموجات غبارية في فوق تلك المناطق. نستعرض هذه التوقعات، توقعات الغبار. إذن بشكل عام معظم مناطق المملكة غدا الأربعاء كما تلاحظون خالية من تواجد العواصف الرملية والرمال، سوى أجزاء محدودة من المناطق الغربية والمناطق الشمالية الغربية بسبب بدء تأثير هذا المنخفض الجوي المنخفض الخماسيني. كما سنلاحظ يوم الخميس، إذن هذا هي الأحوال الجوية متوقعة نهار يوم الخميس، هبوب للرياح قوية تؤدي إلى حدوث موجات غبارية على طول الحدود الشمالية، مناطق مثل رفحاء، عرعر، الجوف، وسكاكا، الطريف، قريات، بالإضافة إلى مناطق من جزء من مناطق تبوك ووصولا جنوبا باتجاه منطقة حائل وبعض الأجزاء الشمالية الشرقية بما فيها منطقة حفر الباطن. يتوقع أن تكون على موعد مع أجواء مغبرة نهار يوم الخميس بمشيئة الله تعالى. عودة للأجواء هذه الليلة في العاصمة الرياض، تبقى الفرصة متاحة لزخات رعدية من الأمطار هذه الليلة في العاصمة الرياض، ولكن كلما دخلنا في ساعات الليل تضعف فرص هطول الأمطار ويميل الطقس الاستقرار. درجة حرارة الصغرى هذه الليلة 17 درجة مئوية. نهار يوم غدا تستقر الأجواء في أغلب مناطق المملكة مع بقاء فرصة محدودة لزخات رعدية من الأمطار في النطاق أو المناطق الشمالية الشرقية من المملكة وربما بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. دعونا نستعرض سوية درجات الحرارة المتوقعة نهار يوم غد والصغرى في الليلة التي تلي القادمة. في إذن سكاكا 34 إلى 21، في عرعر 35 إلى 23، وفي تبوك 33 إلى 22 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الغربية، في مكة المكرمة 37 درجة مئوية العظمى، الصغرى 24، في المدينة المنورة 35 إلى 23، في جدة من 36 إلى 24، وفي الطائف من 26 إلى 14 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. انتقالا للمناطق الجنوبية الغربية، في جازان وأبها هناك فرصة ضعيفة، تحديدا في جازان فرصة ضعيفة لزخات محلية من الأمطار، ولكن بوجه عام الأجواء مستقرة، تكون 22 في الباحة إلى 16، 23 إلى 13 في أبها، و33 إلى 29 في جازان. انتقالا للمناطق الشرقية، في الإحساء 34 إلى 25 أجواء غائمة جزئيا، في الدمام 32 إلى 23، نلاحظ أن هناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار خاصة في ساعات الصباح في منطقة حفر الباطن من 33 إلى 22 درجة مئوية. نختم في المناطق الوسطى، في العاصمة الرياض 35 إلى 21 هناك ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وفي القصيم 33 إلى 20، وفي حائل 34 إلى 18 درجة مئوية. انتقالا للأحوال، الطقس متوقع خلال الثلاثة أيام القادمة، إذا غدا الأربعاء 35 إلى 21 أجواء مستقرة، تستقر الأجواء. 38 درجة مئوية يوم الخميس، هناك أجواء تصبح حارة نسبيا ومستقرة
عموما مشمسة، وهي ملائمة لتحري هلال شهر رمضان الذي قررت المحكمة العليا أن يكون يوم الخميس خاصة مع ساعات المساء. إلا أن المناطق الشمالية كما ذكرنا قبل قليل هناك رياح قوية وأتربة ورمال تعيق من مدى الرؤية الأفقية في الأجزاء الشمالية من المملكة. أول أيام رمضان فلكيا هو يوم الجمعة، درجة حرارة 40 درجة مئوية، أجواء حارة للغاية في العاصمة الرياض وصغرى 23 درجة مئوية. نسأل الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة عليكم. سنقوم في طقس عرب بتغطية تحري هلال شهر رمضان يوم الخميس في بث حي ومباشر مع ساعات قبيل مغرب يوم الخميس. كونوا في هذه التغطية الخاصة، سنكون معكم وكونوا معنا على منصات طقس العرب المختلفة. نسأل الله تعالى أن تدوم الصحة والعافية عليكم، دائما تابعونا عبر منصاتنا المختلفة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.